كذا واحد من الحكي ما فيش خالص اللي هو على بعد اسمه
الفلانج
مش محتاجها بس هو كده كده مالي وقايد النار في النص، بس الفكره كلها ان انا اديني اللي بأثر فيها وده بالنسبه لي هو واسع. يعني شايف انا عندي هنا الاتش الموازي الماضي اللي هو الدي فلانج في العمود اللي هو 35 تكعيب على ال 12، المفروض ان من ضمن التاثير ان في سدس الوجه بيتاثر مع بيتاثر معايا اللاترال تشوك دي، بس انا هعمل له نجحت في الحسابات لان كنت صغيره جدا. تمام؟
71 على حسب، يا اما واقف بوينت 7 5 لو كان هنا، او واحد لو كان كليفر نيجاتيف 3 او 7. طب الحسبه بتاعتها كانت كام؟ 1.75 5 ناقص ولا زائد؟ ناقص عندي 1.5 من 100 ألفا ناقص 3 من 10 ألفا تربيع. طب الألفا دي عبارة عن إيه يا شباب؟ ما هو لو العمود ده فيكسد يبقى في قيمة للمومنت هنا وفي قيمة للمومنت هنا أهي. فالألفا دي هي المومنت المينيموم على المومنت الإيه؟ اللي تحت على خد بالك في الجزئية دي فين؟ في البيم كله. فكرة من الموضوع كل سالبة في الموضوع. كل ما مجرد قيمة سالبة في الموضوع مش مومنت. عشان كده لما قسمنا خلصنا كده اف ال تي دي، تعالوا نطلع الرقم بتاعها. 2.5
محتاج ان انا اعمل تشيك على القطاع، فاعمل تشيك على اكتر اماكن في القطاع ده كريتيكال. عندي الجزئيه دي او النقطه دي معرضه لاقصى ايه؟ لاقصى ضغط من ام اكس. طب بالنسبه لام واي النقطه دي معرضه لاقصى شد ام اكس بالنسبه لام واي هو صفر، بس مش صفر عشان هي بتعادل المحور. عشان كده. ما صفر عشان ايه؟ عشان ام واي بيأثر في الحته دي بس. ايوه ملوش دعوه بتحت اصلا. يعني لو جيت مثلا عملت شد هنا هي معرضه لاقصى شد من ام اكس، صح؟ معلش ثانية واحدة. اللي معاك الجرعة بتاعتك. طب ما انت لو جبت اللحم كده هتلاقي ليها قيمة في ايه؟ طب ده ما ينفعش، لان احنا اتفقنا ان ام واي بتاثر فين؟ الجزء اللي فوق ده. خد بالك ما تجيش تضللك وانت بتحب. طب تعالى كده نسخن النقطه اللي فوق دي واحد والنقطه دي اتنين. لو جيت اتكلم عن نقطه واحد المهم ان انا بحسب
قيمه الناس لا ترش نظر. نفس الكلام هنا، بس انا عارف ان القطاع بتاعي ما ده، فقيمه الالباب بتاعي هو عباره عن ايه؟ الاف بي سي اكس اللي هي بتساوي الاف ال تي بي، ولو مش بيحصل لاترا كرشن ضغلي يبقى هرجع لقيمه الايه؟ النان كومباكت اللي هي البوينت 5 8 الاف. طبعا البوينت 9 7 دي اقل من 1.4 يبقى سيف. طب تعالى النقطه 2 دي مش بوينت 2 زيها بالظبط؟ هو معنى كده ان 16 ضغط هيقاوم اللي جاي العمليه ده؟ نعم؟ معنى كده 16 ضغط هيقاوم سواء سمي بيه؟ معنى كده ان القطاع بتاعك هيحصل له دبلوشن بطني، فعشان يحصل له دبلوشن بطني مش هتزود عن قيمه معينه اللي هي 1.4، فانا ما زودتش عنها. الكاميرا دي اقصى اجهاد هي عليها هو 1.4. فتبدا تشوف اي قطعه في القطاع ده الاستريس اللي عليها واقفين بالايه؟ بالقلاوه بتاعك اللي هو حاطط طلعت مش ممكن، ممكن يبقاش 1.4 ممكن يبقى 9 من 10، يبقى قيمة قليلة. بوينت 2 زيها بالظبط زي ايه؟ زي بوينت 1 الاف الاكتوال بتاعتي بتساوي ام اكس اللي هي 32 15 ارتفعنا في 100 على الاي اكس اللي هي دي 67.754. الواي بتاعتها بكام؟ مش هي دي؟ ايوه اللي هي عباره عن ايه؟ الواي بار. الواي بار صح؟ اللي هي 33 8 8 ماشي يا شباب؟ واروح جاي حاسب القيمه دي. حد يحسب القيمه دي؟ يا دكتور 1.6 الواحد وستة دي بقارنها بيها يا شباب؟ بالألعاب بتاعي اللي هو اف ال تي بي، يبقى دي طلعت أكبر من اف بي سي اكس اللي هي كانت ب1.4 صح؟ أيوة. ساعتها بقى أنت محتاج إنك تعمل إيه؟ هتغير القطاع صح؟ أنت عارف هتغير القطاع؟ يعني تبدأ من أول خطوة بتاعت فرض الدايمنشن، تكبر الدايمنشن دي، تجيب خصائص جديدة، تعمل تشيك لكن ترش البطن جديد، تعمل ايه؟ طبعا ده خلاص عشان ممكن مسافة الصغير بقى يسافر كتير مش فارق معايا، ده المهم معايا. او انك تعمل ايه زي ما الدكتور قال لك؟ تغير نوع الحديد، بدل ما انت تستخدم ستيل 37 ما تروح تقول ايه؟ انكريز جريد اوف ستيل. اقدر اقول ايه؟ يوز ستيل 52. ستيل 52 بوينت 5.8 الاف اي بتاعته 2.1 الاف اي 3.6 بوينت 5.8 الاف اي 2.58 هي 2.08 نعم؟ صح 2 هي 2.08 بالآلة، بس احنا حتى في الكود بتلاقيها 2.1 بقت سيف. فبين النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة اللي هي إيه؟ أنا عملت تشيك على التوب وعملت تشيك على البطن، بس الفلانج دي، الفلانج اللي فوق دي مش عليها إم وول؟ ففي جزء معرض لأقصى تنشن، جزء معرض إيه؟ لأقصى كومبريشن. لو جيت مسكت النقطة دي، النقطة دي جاية عليها تنشن من المومنت إم وواي وكومبريشن من إم إكس، بتعمل ايه؟ مش ده الماكس، مش دي الحالة الأسوأ. أمال ايه الحالة الأسوأ؟ لو جيت مسكت النقطة دي هتلاقي جاي عليه أقصى كومبريشن من إم واي وأقصى كومبريشن من إم إكس، ومحتاج أحسب الاستريس عند النقطة دي، لكن دي مش كريتيكال عندي. وبحسب النقطة دي كام؟ طيب بوينت 3 دي عبارة عن ايه؟ الاف الاكشن بتاعتي ام اكس اللي هي 32.15 على اي اكس اللي هي 6.7754 في الواي
مش هضرب في 100 فوق هضرب في 100 في واحد فيهم بيحصل نتيجة
واحد زائد واحد زائد الأول صح؟ طب المهم تنتجهم عبارة عن ايه؟ البيت بس البيت بس ما هو البيت ما أي حاجة خالص كما الوحدة الموجودة اللي هو الام من الدور فلما تيجي تطرح الاثنين دول للبعض هتلاقي انك تبدأ كام؟ ان لايك نود هو واحد زائد الام في الميزانية. طب الديفليكشن
قيمة الدلتا بتساوي ب A تربيع على 24 E R مضروبة في cos 3 L تربيع ناقص 4 A تربيع. تمام؟ دي دي L تفاعيل ودي دي في A بس. تمام؟ طب لما تكون معايا هنا في الديفليكشن انت ممكن هنا برضه تحس الديفليكشن بنفس الطريقه. هو هنا الديفليكشن بتاعي عباره عن ايه؟ لو الكاميرا دي يبقى الدلتا بتساوي دلتا 1 زائد دلتا 2. في الميزانيه الدلتا الاقلها دول بكام؟ على 300. طب تعالى الترند هنا ده بيقول لك عشان تجيب الديفليكشن الترند هنا ده هتروح جاي نص الكاميرا اهو صح؟ لو الحمل عجلين فهتبعد هنا نص المسافة وهنا النص التاني. بقى شكل المومنت عامل ازاي يا شباب؟ اهو هو انت ممكن تحلها بالطريقة دي بس عشان الدكتور شرح لك الطريقة دي في المحاضرة يبقى احنا مجبرين نحل الايه؟ الطريقة دي دبل انتجريشن هي عبارة عن ايه؟ لو ال دي دي المسافة دي مثلا ايه؟ دي ايه؟ يبقى قيمة المومنت هنا عبارة عن بي في ايه؟ هتقسم الشكل ده لحد النص عبارة عن مثلث ومستطيل هتروح جاي مساحة المثلث ده دي عبارة عن ايه؟ نص شعرة في الارتفاع هنسميها ايه واحد؟ وهتجيب مساحة مسمى المستطيل ده لو دي كلها اكس تبقى دي اكس على اكس على 2 نسميها 2. تمام؟ هروح جايب الكاميرا افضيها من كل حاجة وانزل عليها ايه واحد في مكانها وايه اتنين في مكانها. تمام؟ وهنا قيمة الالاستيك مومنت لو هنا في رياكشن ما احنا عندنا ايه واحد ايه اتنين دي مجموعهم هو قيمة الرياكشن اللي هنا. بعد ايه ستار بتساوي ايه يا شباب؟ الرياكشن في نص المسافة اللي هو اس على اتنين ناقص ايه واحد مسافتها مسافتها اللي هي فين يا شباب؟ المسافة دي بطولة المسافة دي بسميها مثلا ال واحد ناقص اتنين في مسافتها اللي هي نص المستطيل اللي هو ال اتنين. طب بعد ما تحت ام ستار قيمة الديفليكشن بتساوي الضرب انتجريشن الام ستار دي في 10 اس 6 على اي في الاي اكس. طب الالارم بتاعك كام؟ سبان 800 دي بتاعت الايه؟ كريم. اما دي بتاعت الكاميرات اللي مش معرضه لتحميل عالي ولو الكاميرا شايله ازاز تبقى سبان على مكان. ¡Gracias!
الكاميرا بتاعتك عامله كده، الاحمال اللي عليها اهي. ثلاثة بس في ماشي؟ بعدين ما تختلفش ايه؟ على اللي انت خليته غير شوية وقت. تمام؟ طيب المسألة الثانية اللي الدكتور كان حلها معاكم بتاعت الصيد، اللي في ناس فاكرة إن احنا دخلنا في تصميم الصيد. هو كل الحكاية إن هو راح جايب لك كاميرات أدي مين؟ مين مثلا بالمنظر ده، وراح جاي جاب لك كتله هنا ايا كانت هي ايه، ولكن الكتله دي انا حملها على كاميرات بالمنظر ده. هنا ده فويد، ده فويد بس. فالسويد السايد بتاعي هو كان بيرتكز على الكاميرا فين؟ وصلت ازاي؟ نعم.